صباح الفل عليكم. القهوة المختصة هي باختصار كده القهوة اللي بتاخد درجة من 80 لحد 100 في المقياس بتاع جودة القهوة. بتبقى جودة عالية شوية، بتبقى الحبوب بتاعتها ليها مميزات خاصة شوية، وبتبقى في الغالب يعني سنجل اوريجن، بتبقى من نفس البلد، وساعات كمان بتكون من نفس الحقل أو نفس المزرعة. دلوقتي بقى انت جبت القهوة المختصة دي وعايز تشربها، بس مع الأسف ما عندكش أي تول أو أي مكنة تعملها بيها، يعني ما معكش فرنش بريس، ايرو بريس، مكنة اسبريسو أو حتى موكابوت. هتعملها ازاي؟ يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. فكل اللي هنحتاجه هيبقى الكوباية بتاعتنا اللي هنعمل فيها القهوة، مية مغلية، بن يكون مختص، والنهاردة هنستخدم البن اثيوبيا بتاع نوتس، ويكون الطحنة بتاعت البن تكون أخشن شوية من الإسبريسو، يعني تبقى ايروبريس او امريكان دريب، هتبقى كويسة جدا بالنسبة لنا في الطريقة بتاعتنا. تمام، هنبدأ ان احنا نحط البن بتاعنا على حسب ما انت حابب تحط البن بتاعك. انا هحط مثلا المقدار ده. دلوقتي بعد ما حطيت البن بتاعي هبدأ احط المية السخنة على القهوة، ومش هقلبها خالص، وهجيب التايمر بتاعي وهظبطه على 4 دقايق. وهستنى واشوف هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي فاضل دقيقة، لو لاحظنا هنبص هنلاقي القهوة بتاعتنا البن عمال ينزل لتحت شوية بشوية. طبعا مع نزوله ده هنشوف ان الوش بتاع القهوة ابتدى انه يتضح، وان الكريمة ابتدى لونها يبان شوية بشوية. يعني هنشوف بعد كده النتيجة هتبقى عاملة ازاي. كده خلصوا ال4 دقايق بتوعنا. هنبتدي بقى بعد كده نقلب القهوة بتاعتنا. هنشوف بقى دلوقتي القهوة بقت عاملة ازاي. ده منظرها بالجنب. وادي هنا الوش بتاع القهوة بتاعتنا بالكريمة. شوف شكلها بقى عامل ازاي. هتدوق بعد كده وهتلاقي ان انت بتستطعم القهوة بكل النوتس اللي فيها، بكل الفليفرز اللي فيها، كأنك تشرب القهوة لأول مرة. جربوها قولوا لي رأيكم ايه، ولو في حد عنده اي تعليق او اي حاجه يا ريت يقول لي. بس الطريقه دي انا جربتها كذا مره، ودي من الطرق اللي حتى الخبراء بتوع القهوه المختصه بينصحوا بيها جدا عشان يستطعموا كل جزء من اجزاء القهوه. لو الفيديو عجبكم يا ريت نعمل لايك، ويا ريت لو الفيديوهات اللي قبل كده عجبتكم يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه. ومع السلامه.